من هنا من كازابلانكا ومقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الوداد في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا البطولة إن شاء الله، اللي نتمنى إن شاء الله نعود إلى القاهرة بنحمل البطولة الثالثة على التوالي والحادية عشر بإذن الله. منذ ثواني قليلة كانت انتهت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني مع لاعب النادي الأهلي، محاضرة استمرت لمدة أكثر من 45 دقيقة، طبعا بيتكلم على جوانب كتير خططية مستر بيتسو موسيماني، لكن الخبر الأهم اللي خلينا نقوله من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي يا كابتن أسامة، في ظل السياسة وفي ظل يعني الدعم الكبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي سواء للاعبين سواء للجمهور، الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي يعني تكفل تماما بتذاكر للمباراه، النادي الاهلي التذاكر هتكون موجوده غدا للمصريين الموجودين هنا في المغرب وهيتم توزيعها غدا على المصريين المقيمين في المغرب، تم يعني تحديد مكان او مركز اوازيس اللي هو مركز تدريب نادي الرجاء البيضاوي لتوزيع تذاكر لجمهور الجمهور المصري وافراد الجاليه المقيمه هنا في المغرب بموجب يعني جواز السفر يعني اللي هيتوجه في تمام الساعه 9 هيكون موجود من مندوب بين النادي الاهلي يشوف هيطلع على جواز السفر المصري الخاص بافراد الجاليه المصريه والعربيه وهيتم تسليمه تذاكر المباراه. عايز اقول لك دعم كبير جدا ومجهود كبير جدا بيقوم بيه مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، تنسيق على اعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحه، توفير كل الامور للاعبين لافراد الجاليه المصريه لجمهور النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسامه منظومه عمل داخل النادي الاهلي، حالة اللاعبين وهم خارجين من المحاضرة، التركيز ثم التركيز ثم التركيز، التفاؤل موجود يا كابتن أسامة، لكن بحذر طبعا الدعم النفسي والعوامل النفسية اللي بيشتغل عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين وخلق الدوافع للاعبين، أكبر حافز إنك بتحقق إن شاء الله هتحقق رقم لم يسبقك ليه أي نادي داخل القارة السمراء. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. أنا موجود معاك يا كابتن أسامة لو في أي استفسار أو أي تساؤل. وانت بتقول لي دلوقتي يا فاروق ان الاهلي بيدعو الجماهير المصريه في المغرب لحضور النهائي لافريقيا ويكون بموجب جواز السفر، ما شاء الله عندنا جاليه كبيره عددها ما يقرب من 12,000 مصري اهلاوي هناك في المغرب، يعني دي دعوه عامه لكل الجماهير المصريه اللي عايز يحضر بكره يكون متواجد في ملعب اوازيس. اوازيس ده يعني ملعب او مكان تدريب نادي الرجاء الرياضي، اللي عايز يحصل على تذكرة المباراة ويشاهد النادي الأهلي ياخد جواز السفر ويكون متواجد هناك. قول لي وانت قريب من اللاعبين يا فاروق، الروح المعنويات اللعيبة بتتكلم ما بينها وبين بعض بتقول ايه؟ النهارده مش أول مرة اللعيبة دي تعيش الأجواء دي، بنلعب نهائي خارج ملعبنا، لكن النادي الأهلي على مدار تاريخه 10 نهائيات النادي الأهلي قدر ياخد يعني أو حققنا البطولة الأفريقية 10 مرات منهم 5 مرات من خارج ملعبنا. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسامه اللي احنا لامسينه طبعا، وبالمناسبه ان النادي الاهلي بيخصص مكان يعني مكان يعني توزيع التذاكر على الجمهور بعيدا عن مقر الاقامه، ده توفيرا طبعا لاجواء للاعبين وجو مناسب للاعبين عشان تبعد اللاعبين عن اي عن هذه الامور. الروح اللي انا لمسها من اللاعبين من افراد بعثه التفريق للنادي الاهلي، طبعا زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي من 10 بطولات 5 بطولات كانوا خارج مصر، لكن اللعيبه كابتن سيد عبد الحفيظ ليه كلمه قال لك مع انطلاق الصفاره بعد اول دقيقه دقيقتين خلاص النسبه 50-50، بقى عندنا كم كبير جدا من الخبرات، احنا كنا لسه في المغرب في مباراه الرجاء اتعرضنا لهذه المواقف، عندنا شخصيات اللاعبين اللي تتعامل مع هذه الامور، الاجواء اول مع انطلاق صفيره حكم المباراه بتتساوى الامور، بتظهر شخصيه اللاعبين، شخصيه اللاعب اللي يمثل النادي الاهلي، مباراه بتتحول تبقى 50-50، الطموح اللي عند اللاعبين في ارقام شخصيه مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي يا كابتن اسامه، في ارقام شخصيه ستسجل في التاريخ لبعض اللاعبين في النادي الاهلي، وزي ما حضرتك شايف في الوقت الحالي يبدا اللاعبين يعني استقلال اللاعبين للحافله اللي يعني تنقل الفريق الى ملعب العربي الزولي اللي هيستضيف تدريب النادي الاهلي لثاني يوم. من النقاط المهمه جدا برضو يا كابتن اسامه عايز اذكر حضرتك يعني كابتن حشيش يفتكر وحضرتك وايضا الدكتور احمد ثابت، مين مننا ينسى الكابتن توتو واحد من نجوم النادي الاهلي وهدافي يعني مباراه القمه برصيد 3 اهداف رحمه الله عليه، النهارده حفيد الكابتن توتو جاي من امريكا مخصوص النهارده حضر الى القاهره الى المغرب بكازابلانكا علشان يساند النادي الاهلي ويؤازر النادي الاهلي، وكان حريص ان هو يلتقط الصور مع الكابتن محمود الخطيب وقال انا جاي من امريكا النهارده علشان اكون موجود ان انا ساند واذر النادي الاهلي.
واحنا موجودين بعض الجماهير المصريه القادمه من النرويج، في ناس جايه من فرنسا، في ناس جايه من اسبانيا، في ناس جايه من المانيا، مع بعض يعني الوفود القادمه من الدول العربيه، الامارات، الكويت، السعوديه، كلهم موجودين بيسالوا على التذاكر. وده الامر طبعا اللي يعني امر لاقى استحسان ورفع الروح المعنويه بالنسبه لافراد بعثه النادي الاهلي وايضا لعيب النادي الاهلي. اطمنك يا كابتن اسامه، الامور ان شاء الله بتسير بخير ان شاء الله، يوم يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب، واللعيبه تكون موفقه ويكون معانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله نعود الى القاهره معانا البطوله باذن الله يا كابتن اسامه. ان شاء الله باذن الله وتوفيق الله، وبدعوات كل الاهلاويه ترجعوا بالكاس ال11. نشكرك شكرا جزيلا